جورج جورج عايز عايز اقعد. انا كمواطن مصري زي اي واحد مصري ماليش قوي في الصوت. معظم المصريين ما بيهتموش قوي بالسماعات عشان الى حد ما غاليه في مصر، لكن تقريبا ده عشان بستخدم سماعات عاديه طول الوقت. وتقريبا بعد ما استخدمت السماعه ديت انا غيرت رايي. جي لاب ايبك 2 وايرلس هيدفون. اوكي، مبدئيا السماعه ديت ما بتتباعش في مصر و غالية إلى حد ما بالنسبة للسماعات اللي أنا متعود بجيبها دايما، لكن السماعة ديت غيرت رأيي عن كل الحاجات اللي كنت بسمعها في حياتي، وخلتني فعلا أسمع حاجات أول مرة بسمعها في أغنية يمكن سمعتها كذا مرة قبل كده، أسمع التفاصيل. هنرجع لده بعدين، لكن أول حاجة كنت عايز أتكلم عليها الصندوق. الصندوق بتاع السماعة بصراحة كان عاجبني جدا، لونه حلو. السماعة من شركة اسمها جي لاب زي ما قلت لكم. من بره على الصندوق مكتوب شوية كلام، لكن من جوه أول ما تفتح الصندوق أكيد هتلاقي السماعة، وبعد كده في زي كيس للسماعة عشان لو عايز تروح بها أي حتة. بصراحة شكلها شيك يعني، وفي نفس الوقت صغيرة ممكن تاخدها معاك في أي مكان وبتحمي السماعة. وفي 8 أحجام مختلفة من الحتت الجلد الكاوتش اللي بتخش جوه ودنك، يعني في 16 واحدة جوه العلبة. وبصراحة دي الحاجة اللي ادهشتني فعلا، في مقاسات غريبة جدا وفي اشكال اول مرة اشوفها بصراحة في حياتي. وفي الكابل اللي بتشحن منه السماعة اللي هو مش اي كلام، بصراحة الكابل حلو جدا. كمان بيجي في العلبة قطعة لطيفة قوي كده بتخليك تتحكم في طول السلك عشان لو عايزه طويل لو عايزه قصير على حسب طول رقبتك. المفروض السماعة ديت معمولة للناس بتوع الرياضة او الناس اللي بتحب الجري او العجل او اي حاجة من ديت. المفروض السماعة مضادة للمية وللغبار، بس مش معنى كده انك تنزل بيها البحر مثلا، هي مضادة للعرق بس انت وبتجري او انت وراكب عجلة او كده. مش عارف بجد مين بيكره المانجا. نكمل. السماعة ديت بقالها معايا بصراحة شهر كنت بجرب فيها، وبصراحة الصوت بتاعها عجبني جدا، غير اللي شكلها حلو جدا بصراحه، واللوجو بتاع الشركه اللي موجوده على السماعه عجبني جدا، خصوصا ان هو بارز لبره كده، الا اللي هي كمان بتخش ودنك بسهوله وما بتقعش بسهوله، على عكس معظم السماعات اللي بتثبت نفسها جوه ودنك، ديت بتكون محطوطه جوه ودنك لكن ثابته من فوق ودنك، ودي حاجه بتصعب قوي الموضوع اللي هي تقع من ودنك انت وبتجري او انت وبتعمل اي رياضه. زي ما قلت لكم السماعه معايا بقالها شهر، لكن في الشهر دوت شحنتها 4 مرات بس تقريبا، وكنت تقريبا بلبسها يوميا وبنزل وبطلع، يعني ما كانتش بتتشحن كل يوم، بتقعد معايا على الاقل 3 ايام من استعمال تقيل وبعد كده بشحنها. بالنسبه للعزل في السماعه ديت فهي حاجه جميله جدا، انت لو ثبت السماعه حتى من غير ما تشغل اي حاجه انت هتحس انك رحت في عالم تاني كده، عالم مكتوم مفيش اي صوت سمعه، وبعد كده ما تشغل الاغنيه تبدا تسمع حاجات انت عمرك ما سمعتها قبل كده. فعلا بعد ما سمعت حبه اغاني بدات اكتشف ان في الات معينه ما كنتش سامعها في الاغنيه ديت. ما علينا، السماعه بتشتغل كويس جدا مع الحاجه اللي انت بتتفرج عليها، لو كنت بتعمل ايديت لو كنت بتتفرج على فيديو الصوت هيكون ماشي مع الصوره كويس جدا، مش هيبقى فيه اي مشاكل في الموضوع. السماعه سعرها مش غالي قوي لكن مش رخيص قوي، يعني لو انت مش متعود تجيب سماعات كتير السماعه هيبقى سعرها شويه غالي بالنسبه لك. السماعه بتبدا من $70، وفي لونين كمان غير الاسود سعرهم اغلى من اللون الاسود. بالنسبه لي سماعه كويسه جدا لو انت معاك فلوسها، لو انت معاك فلوس ما عندكش مانع انك تصرفها على سماعه، لو انت ما عندكش مانع اصلا انك تصرف فلوس كتير على سماعه اظن دي اكتر سماعه كويسه جدا بالنسبه للسعر اللي هي بتيجي بيه. بس كان كون وصلنا لاخر الفيديو، بصراحه انا فعلا مش عارف هعمل فيديو تاني امتى لاني في مشكله في الاب اللي بعمل عليه
مونتاج، فاكيد هعمل فيديو في اقرب وقت اقدر اعمل فيه فيديو. لكن لو عايزين تتابعوني في الفتره اللي جايه ديت هتلاقوا اللينك بتاع الانستجرام تحت، انزلوا اعملوا لي فولو عشان تعرفوا اللي هيحصل الفتره الجايه. وبس كان كل وصلنا اخر فيديو، شكرا عشان شفت الفيديو. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب للقناه.